أهلا بكم. أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي عن استراتيجية الطاقة في الأردن خلال 10 سنوات المقبلة، بما يتوافق مع التطورات المرتقبة في قطاع الطاقة بالعالم، وبما يضمن أمن التزود بالطاقة وتنويع المصادر بالاعتماد على الذات. المحاور الرئيسية اللي بنيت عليها الاستراتيجية، الأول هو أمن التزود بالطاقة. هذا كان محور وعمود رئيسي من أعمدة بناء هذه الاستراتيجية. الثاني كان توافرية الطاقة بأسعار مناسبة، لأنه إحنا اليوم في الأردن الحمد لله ما منحس إنه الطاقة غير متوفرة، سواء الكهرباء أو المشتقات النفطية، لكن يعاني البعض من الارتفاع أسعارها، فبذلك كان لزاما أن يكون أحد المحاور اللي تبنى عليها استراتيجية هو توافريتها بأسعار مقبولة، الاستدامة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، خاصة أننا نتحدث بالاعتماد على الذات. إذا بنطلع على الطاقة المتجددة مثلا، في 2020 نتوقع بانتهاء هذا العام أنه يكون عندنا 2400 ميجا وات من الطاقة المتجددة مربوطة على النظام، سواء في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، وتشكل 21% من الكهرباء المستخدمة في المملكة. إذا بنطلع على الغاز الطبيعي، اليوم يشكل في مجمله 61% من الكهرباء المولدة تستخدم الغاز. سينخفض ذلك في عام 2030، واستراتيجيتنا نخفض الاعتماد على الطاقة المستوردة ونزيد كمان من الغاز اللي من الريشة، وبالرغم من ذلك ينخفض حسب ما خططنا له استخدام الغاز من 61% إلى 53%. الصخر الزيتي نتوقع دخول وحدة من وحدات مشروع الصخر الزيتي في هذا العام، والعام القادم الوحدة الثانية، وتشكل الوحدة في هذا العام حوالي 15% من الكهرباء اللي بنستهلكها، ونتوقع أنه يستمر ذلك في 2030 أيضا ل 15%. وللاطلاع أكثر على تفاصيل استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن 2020-2030 تنضم إلينا عبر الهاتف وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي. مساء الخير مهندسة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. هلا يعطيك العافية مهندسة. ذكرتم خلال الإعلان عن الاستراتيجية أن أهم الأهداف هي استدامة الوضع المالي لقطاع الكهرباء، ونحن نعلم أن الجزء الأكبر من الدين العام للأردن هو ناجم عن مدنية شركة الكهرباء الوطنية، تقريبا 5.5 مليار دينار. ما هي الحلول التي بجعبتكم، خاصة أنها قد تكون مرتبطة مباشرة بأي توجه من الحكومة لتعديل التعرفة الكهربائية؟ شكرا على هذا السؤال. فعلا هناك العديد من الأمور اللي طرحتها الاستراتيجية، وأحد هذه الأمور هي استدامة الوضع المالي لقطاع الكهرباء في الأردن. وكما ذكرت هناك ديون متراكمة على شركة الكهرباء الوطنية، والتي تراكمت ما بين الأعوام 2011 و2015، وذلك لتوجه لاستخدام الديزل والوقود الثقيل لتوليد الكهرباء بدلا من الغاز بعد انقطاع الغاز المصري. في السنوات الماضية لم يتطرق أي حدا لغاية الآن لسد هذا الدين، وإنما نحن كل سنة بس عم نخدم هذا الدين، أي ندفع فوائده، لكن هذا الدين مش رح يروح سواء عن شركة الكهرباء الوطنية أو عن الحكومة الأردنية، لأنه هذا جزء من الدين العام للدولة. وبذلك إحنا في نهاية العام الماضي رسمنا ما نسميه خارطة الطريق للاستدامة المالية. هناك العديد من الديون اللي فوائدها مرتفعة قليلا، سيعاد جدولة هذه الديون وإعادة تمويلها بفوائد أقل. مهندسة، يعني كيف سيتم تخفيف الكلف؟ كلف الدين عم بحكي لك. الأول
إعادة تمويلها بفوائد أقل، وفي العديد منها يجب سداده في 8 سنوات، ستزيد هذه المدة 20 ل 30 سنة، وبالتالي تخفض ما سيدفع خلال السنوات القادمة، وستتمكن شركة الكهرباء الوطنية من دفع ذلك، خاصة بأنه الفوائد ستقل. فهذه إحدى الأمور. الأمر الثاني، هناك العديد من المستهلكين اللي مش عم بيدفعوا فواتير الكهرباء، في وخاصة نحكي بدوائر ومؤسسات كبيرة، سيكون هناك سد لكل ديونهم، وذلك سيساعد شركة الكهرباء الوطنية. معليكي يعني هناك شكاوى وردتنا من مطالبة شركات توزيع الكهرباء للمواطنين لتسديد الفواتير في وقت يعني يواجهون الناس تحديات معيشية واقتصادية جراء أزمة كورونا. يعني هناك من ترك عمله، هناك من قل دخله، ويعني الآن ادفع أو نقطع الكهرباء عنك. عزيزي، هناك بعض الشركات اللي أرسلت لمستهلكيها، وإحنا اطلعنا على بعض من هذه المطالبات. هناك من لم يدفع فاتورة 6 أشهر وعشرة أشهر واثناشر شهر، ولا علاقة لذلك بكورونا. يعني معليكي، يعني العليه شهرين ما راح يتم، أو 3 شهور ما راح يتم القطع عنه؟ أنا ما حكيت هيك. أنا إذا بتتذكروا في أول كورونا قلنا من هون لشهر ما في فصل للكهرباء. صحيح. لكن اليوم شركات الكهرباء مستعدة للتقسيط للمواطنين الغير قادرين على دفع جميع فواتيرهم مرة واحدة. جميل. يعني الغير قادر على الدفع ممكن تقسيط الفواتير عليه، ممكن انه يطلب من الشركات ويخصص بشيء يمكنه. جميل. معليك، يعني طب هل هناك موعد محدد لتحرير سوق المحروقات محليا، وخاصه انه تم الاعلان اكثر من مره عن موعد لتحرير سوق المحروقات؟ عزيزي، تحرير سوق المحروقات ماذا يعني؟ يعني احنا اليوم بنحط تسعيره، وهذه التسعيره بنقول لازم تبيعوا عليها، لكن لما نقول حررنا فإحنا سنضع سقف، والسقف سيكون سقف أعلى وسقف أدنى. المشكلة اليوم إنه لسه السوق مش ناضج لهذا الموضوع. هناك بعض المحطات الصغيرة المملوكة من الأهالي لم تستطيع أن تنافس على السعر، فلحتى نحل هذا الموضوع يكون الوقت قد حان للتحرير الكامل إن شاء الله. إن شاء الله. معليكي، تحدثتي أيضا أن الأردن سيكون مصدر إقليمي لتصدير الطاقة، والأردن يعتبر من أغلى البلدان في أسعار الطاقة في المنطقة. كيف سنصبح مصدرين للطاقة؟ الطاقة تعني إما الطاقة الكهربائية أو المشتقات النفطية أو الغاز أو النفط الخام. فلما نقول مركز إقليمي، إذا اليوم إحنا بنتحدث عن أنبوب النفط العراقي، ستكون فعلا الأردن مركز لتصدير النفط إلى العالم من خلال ميناء العقبة. أيضا اليوم لدينا خط الغاز العربي الذي يمر من جنوب المملكة إلى شمالها، ويذهب إلى سوريا وإلى لبنان، ومن ثم ممكن أن أيضا يذهب إلى تركيا، وهذا ما عنيته بكوننا مركز. بالإضافة لذلك الطاقة الكهربائية، نحن اليوم جايين بلد في الوسط يعني جغرافيا، ولذلك نحن اليوم بنحكي في شبكة مع العراق، شبكة مع السعودية، وأيضا مع فلسطين، وأيضا هناك دراسة للربط مع دول الخليج. كل هذا اليوم مطروح على الطاولة، وقريبا إن شاء الله منشاهد توقيع اتفاقية مع العراق ومذكرة تفاهم مع السعودية، ووقعنا مذكرة تفاهم مع الشبكة الخليجية. هذا ما عنيته
بأن نكون مصدرين مركز إقليمي. طب توقعتم أن يرتفع حجم مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 21% العام الحالي، طب هل لك أن توضحي لنا كيف يمكن ذلك في ظل توقف مشاريع جديدة للطاقة المتجددة إضافة إلى فصل أنظمة الطاقة المتجددة عن القطاعات خلال ذروة أزمة كورونا؟ أولاً بحب أني أوضح أنه نحن لم نوقف مشاريع الطاقة المتجددة. اللي صار أن أوقفنا الموافقات أكثر من 1 ميجا، والواحد ميجا إشي كتير، بدك 15 دونم عشان تعمل 1 ميجا، لكن الموافقات تحت 1 ميجا ما زالت تعطى للمستهلكين. اللي بيقول إنه وقفنا المشاريع، بس بحب أعطيك هالإحصائية. إحنا من حد ما بلشنا بالطاقة المتجددة في 2013 لغاية شهر 3 قبل كورونا 2020، كان عدد الأنظمة المركبة على الشبكة 17,000 نظام. بسنة 2019 لحالها 7,100 نظام. فبالتالي نحن لم نوقف، وإلا لما رأينا 7,100 نظام في سنة واحدة، بينما 6 سنين تركب 10,000 نظام. لكن اللي عملناه، إحنا اليوم عنا سعة محددة في الشبكة، وكنا بدنا الكل يستفيد منها. إذا إحنا نعطي هذه السعة 2, 3, 4, 5, 10، يبقى المئات سيحتاجوا من هذه السعة، ولن نتمكن إن نعطيهم إياها، وبالتالي وزعناها. لم نوقف مشاريع الطاقة المتجددة، وإنما تم توزيعها. بعدين كيف بدنا نوصل لل 21%؟ أخي، هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت من قبل سنوات، ولسه الأنظمة ما دخلت على الشبكة. لسه مندخل من مشاريع المرحلة الأولى والثانية، وبالتالي إحنا ما وقعنا اتفاقيات جديدة، لكننا ما زلنا نستقبل ونربط الأنظمة التي تم التوقيع عليها منذ عام 2015. طيب مدام معليك، يعني نحن نتحدث عن الاتفاقيات، طب ما يعني ما هو مصير اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل الأوضاع المتوترة حاليا؟ إحنا إذا لاحظتوا في استراتيجيتنا، كنا واضحين على مستقبل استخداماتنا لمصادر الطاقة المختلفة، وكنا واضحين بأنه استراتيجيتنا هي الاعتماد على الذات، وبما في ذلك الاعتماد على الذات في السنوات القادمة وتعزيز الاعتماد على الذات حتى في موضوع الغاز. وإذا بتطلعوا على استراتيجيتنا، نحن نأمل في حفر 30 بئر من هون لنهاية 2030، ونأمل أنه يكون هذا الحكي يعطينا حوالي 200 مليون قدم مكعب، لكن طبعا هذا يعني أمل طموح. وبالتالي كلما زاد اعتمادنا مهندسة هلا، عشان احنا سيدتي، عشان الوقت، يعني الحكومة أعلنت عن توجه لزيادة الساحات التخزينية ضمن استراتيجية الطاقة، كيف ستستفيد الحكومة من أسعار النفط في حال انخفاضها مجددا إلى حين زيادة السعة؟ يعني الكثير من المواطنين يتحدثون أنهم لم يشعروا بأي استفادة من انخفاض أسعار النفط. سيدي، أولا المواطنين شعروا بالانخفاض، لأنه إحنا في خلال شهرين الماضيين تم تخفيض الأسعار مرتين. الأولى كانت، وخليني أضرب مثل البنزين، 90 نزل 11 قرش أول مرة بشهر 4، ونزل 7 قروش في شهر 5. فإنه ما لمسنا انخفاض، لا، أنتوا عارفين أنه نحن منعكس الأسعار العالمية على الأسعار المحلية. بالنسبة للساعات التخزينية، لا يوجد ساعات تخزينية معاليكي. لا يوجد في العالم دولة بتخزن، يعني بالضبط بدي أشبه لك إياها، أنت بتستهلك مي في بيتك، ممكن تحط خزانين 3, 4, 5، لكن هل من الممكن أنك تحط ما يمكن أن يستوعب كامل استهلاكك في السنة؟ هذا صعب جدا، ولا يوجد دولة تفعل ذلك. اللي إحنا بنعمله والساعات الاستراتيجية هي فقط للاستخدام في الحالات الطارئة.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، شكرا جزيلا لك.